بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 36 بعد 102. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. فيقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في بيان أنه لا بد من فعل الأسباب النافعة مع الإيمان بالقدر والتوكل على الله، والرد على من يفرق بينهما ويزعم أن الإيمان بالقدر والتوكل على الله يغنيان عن فعل الأسباب النافعة والأعمال الصالحة وتجنب الأعمال السيئة. قال رحمه الله: وهذا الموضع قد وقع فيه كثير من المعظمين من المشايخ، يسترسل أحدهم مع القدر غير محقق لما أمر به ونهي عنه، ويجعل ذلك من باب التفويض والتوكل والجري مع الحقيقة القدرية، ويحسب أن قول القائل ينبغي للعبد أن يكون مع الله كالميت بين يدي غاسله يتضمن ترك العمل بالأمر والنهي حتى يترك ما أمر به ويفعل ما نهي عنه، وحتى يضعف عن النور والفرقان الذي يفرق به بين ما أمر الله به وأحبه ورضيه وبين ما نهى عنه وأبغضه وسخطه، فيسوي بين ما فرق الله بينه، كما قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، وأمثال ذلك حتى يفضي الأمر بغلاتهم إلى عدم التمييز بين الأمر بالأمور حتى يفضي الأمر بغلاتهم إلى عدم التمييز بين الأمر بالأمر النبوي الإلهي الفرقاني الشرعي الذي دل عليه الكتاب والسنة، وبين ما يكون في الوجود من الأحوال التي تجري على أيدي الكفار والفجار، فيشهدون وجه الجمع من جهة كون الجميع بقضاء الله وقدره وربوبيته وإرادته العامة وأنه داخل في ملكه، ولا يشهدون وجه الفرق الذي فرق الله به بين أوليائه وأعدائه والأبرار والفجار والمؤمنين والكافرين وأهل الطاعة الذين أطاعوا أمره الديني وأهل المعصية الذين عصوا هذا الأمر، ويستشهدون في ذلك بكلمات نقلت عن بعض الأشياخ أو ببعض غلطات بعضهم. وهذا أصل عظيم من أعظم ما يجب الاعتناء به على أهل طريق الله السالكين سبيل الإرادة، إرادة الذين يريدون وجهه، فإنه قد دخل بسبب إهمال ذلك على طوائف منهم من الكفر والفسوق والعصيان ما لا يعلمه إلا الله، حتى يصيروا معاونين على البغي والعدوان للمسلطين في الأرض من أهل الظلم والعلو، كالذين يتوجهون بقلوبهم في معاونة من يهوونه من أهل العلو في الأرض والفساد، ظانين أنهم إذا كانت لهم أحوال أثروا بها في ذلك كان من أولياء الله، فإن القلوب لها من التأثير أعظم مما للأبدان، لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحا،
وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدا، فالأحوال يكون تأثيرها محبوبا لله تارة ومكروها لله أخرى. وقد تكلم الفقهاء على وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن، حيث يجب القود في ذلك، ويستشهدون ببواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني، ويعدون مجرد خرق العادة لأحدهم بكشف يكشف له أو بتأثير يوافق إرادته هو كرامة من الله له، ولا يعلمون أنه في الحقيقة إهانة، وأن الكرامة لزوم الاستقامة، وأن الله لم يكرم عبده بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه، وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال الله فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن كانوا موافقين له فيما أوجبه عليهم فهم من المقتصدين، وإن كانوا موافقين فيما أوجبه وأحبه فهم من المقربين، مع أن كل واجب محبوب وليس كل محبوب واجبا. وأما ما يبتلي الله به عبده من السراء بخرق العادة أو بغيرها أو بالضراء، فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه، بل قد يسعد بها أقوام إذا أطاعوه في ذلك، ويشقى بها أقوام إذا عصوه في ذلك. قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا. ولهذا كان الناس في هذه الأمور على ثلاثة أقسام: قسم ترتفع درجاتهم بخرق العادة إذا استعملوها في طاعة الله، وقسم يتعرضون بها لعذاب الله إذا استعملوها في معصية الله كبلعام وغيره، وقسم تكون في حقهم بمنزلة المباحات. والقسم الأول هم المؤمنون حقا، المتبعون لنبيهم سيد ولد آدم، الذي إنما كانت خوارقه لحجة يقيم بها الدين أو لحاجة يستعين بها على طاعة الله. ولكثرة الغلط في هذا الأصل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسترسال مع القدر بدون الحرص على فعل المأمور الذي ينفع العبد. فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وفي سنن أبي داود أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى على أحدهما، فقال المقضي عليه: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أن يحرص على ما ينفعه وأن يستعين بالله، وهذا مطابق لقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله: فاعبده وتوكل عليه. وبهذا انتهت هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.